إقبال كبير يشهده الجناح السعودي خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي في معرض ITB للسفر. المشاركة الأولى تركت بصمة كأفضل جناح مشارك في هذا الملتقى الدولي. دعونا نتجول في أرجائه. هكذا استقبل جناح السعودية في معرض ITB في العاصمة الألمانية برلين زواره. ترسيخاً لمكانة وريادة السعودية على خريطة السياحة العالمية وبمشاركة القطاع الحكومي والخاص، تقدم روح السعودية الهوية الرسمية للسياحة السعودية في هذا الحدث العالمي. السنة هذه جايين بشكل أكبر ب 15% مع أكثر من 55 شريك من القطاع السياحي السعودي. نحتفل أيضاً بمئة مليون سائح حققناه في 2023 كما أعلن معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب الأسبوع الماضي. سعيدين جداً. اليوم السوق الأوروبي جداً مهم بالنسبة لنا في السعودية، حققنا 950 ألف سائح في 2023 بزيادة تعادل 65% مقارنة ب 2022. السوق الألماني بشكل خاص أيضاً حقق زيادة 61% مقارنة ب 2022 في العام الماضي. سعيدين جدا بكل هذه الإنجازات. نطمح من خلال سوق السفر العالمي في برلين توقيع الاتفاقيات والشراكات وجذب المزيد من السياح للمملكة العربية السعودية. وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب ترأس وفد المملكة المشارك برفقة عدد من قيادات ومسؤولي القطاع. روح السعودية تجسدت بعدة أشكال، منها مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر بمشاركة شركاء منهم مجموعة بوتيك التي تحرص على المحافظة على تراث السعودية. مجموعة بوتيك إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وإحنا فخورين جدا وجودنا اليوم تحت الجناح السعودية. الجناح السعودي كان وجهة لكثير من الزوار والمسؤولين بفعالياته الغنية والمتنوعة والتي تعكس الثقافة السعودية من العروض الفلكلورية السعودية وعروض الطهي والحرف اليدوية، ما أدهش الزوار وعبروا عن إعجابهم الشديد لما شاهدوه من عروض تعكس ثقافة السعودية وتاريخها العريق. I mean it's absolutely beautiful. It's one of the best ones I've seen here. I think the culture just shines through. There's so much to see. I don't even know where to start. Before this, I hadn't thought about going to Saudi, and now it's on the bucket list for sure. بمشاركة عدد من الوزراء وقادة القطاع والإعلاميين من مختلف دول العالم وضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض ITB، احتفل وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب بالإنجاز التاريخي للسعودية بالوصول إلى 100 مليون سائح في المملكة خلال عام 2023، وهذا قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. وكان أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بوليديكاشفيلي قد ألقى كلمة أيضاً خلال هذا الاحتفال. باتت السعودية وجهة لكثير من الزوار، وتطمح من خلال مشاركتها في المعرض استقطاب المزيد من مختلف أنحاء العالم في السنوات القادمة. ماريا شربل، MBC.